السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشاة الرياضية. حملت قرعة مسابقة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم مواجهة قوية في دور 16، ستجمع الرفاع الشرقي مع نظيره فريق المنامة، بينما سيبدأ حامل اللقب فريق الحدة مشواره للدفاع عن بطولة العام الماضي بملاقاة فريق سترة في مواجهة محفوفة بالمخاطر. هذا وأسفرت قرعة الدور التمهيدي عن مواجهة الشباب مع مدينة عيسى والاتحاد مع التضامن، والثالثة بين جلالي والاتفاق. هذا وكان حفل قرعة أغلى الكؤوس قد أقيم يوم أمس بفندق آرت روتانا في محافظة المحرق. ما شفنا أي مفاجآت في هذه القرعة. الفرق الكبيرة أعتقد يعني ما مبارتين أو ثلاث إذا ما خاب ظني من اللي شفته. أعتقد اليوم السنة دي راح نشوف مستوى مختلف. أتوقع فرق يعني صغيرة تهزم فرق كبيرة. أعتقد ما يميز هذه البطولة أن الكل لديه فرصة، من يعمل من يجتهد يستطيع أن يواصل المشوار إلى الأدوار النهائية. أعتقد أن القرعة كانت متوازنة، الفرق كلها إكوال، يمكن تصيد لنا بعض المباريات اللي ما حد يتوقعها، ففي مفاجآت إن شاء الله في الكأس، وأتوقع أن بطل جديد بعد السنة.